مدارس، مدارس المتفوقين. أنت ليك تجربة أكيد ملهمة بالنسبة للنوعية دي من التعليم. هي تجربة المدارس المتفوقين عامة بتختلف من طالب لطالب ومن مدرسة لمدرسة. ممكن هي اللي عامة ان جنرال يعني بتركز دايما على فكرة المشاريع. كل ترم بيكون في مشروع بنحل مشكلة من مشاكل مصر. المشروع دوت فبنشتغل فيه كمجموعة من طلبة من 3 أو 5 حسب السنة الدراسية. وفي آخر السنة الدراسية بيكون فيه زي معرض بنعرض فيه يعني المشروع كامل. يعني كل ترم انتوا بتشتغلوا على مشكلة معينة. بالظبط كده. من المشاكل اللي بتواجه مصر. وبنعرض المشروع على دكاترة الجامعة اللي بيقيموا المشروع، وده برضه من السبب الرئيسي اللي بيخلي المدرسة داخلية، بحيث ان الطلبة دايما بيكونوا دايما مع بعض علشان يعرفوا يشتغلوا مع بعض ويذاكروا مع بعض، وكمان يحضروا برزنتيشنز عشان يشرحوا المادة العلمية، بحيث ان احنا عندنا في المدرسة اكتر المدرس بيبقى زي موجه او انستراكتور عن ان هو مدرس بيشرح المادة. يعني احنا في اجزاء هو بيديها لنا احنا اللي نشرحها، او مجموعة من الطلبة تشرحها لبقية الفصل، وبيكون بقى حصة تفاعلية ما بين الطلبة اللي يعني بيشرحوا. انتوا كطلبة بتقوموا بعملية شرح انتوا كمان. بالظبط دي كده. حاجة حلوة قوي. وده يعني من اهم الاجزاء في ستيم، يعني لازم تكون هاضم المادة كويس. مع ذلك هي الفكرة ان برضو ستيم يعني فيها ضغط نفسي كبير قوي، لان يعني بيكون موضوع مش يعني منهج كمان بيكون نوعا ما اكبر، لانه مش محدد بكتاب مدرسي او كتاب خارجي. احنا بيكون عندنا تقايم على البحث. بالظبط. نستخدم حتى المراجع العالمية عامة، زي مثلا مراجع في الفيزياء. المراجع ديت بتستخدم في الجامعات، في جامعات هندسة بيستخدموا المراجع ديت برضو في الفيزياء. فده بيخلي برضو يعني في الأول والآخر بيطلع الطالب جاهز للمرحلة الجامعية أكتر من غيره من الطلاب، ويكون عنده يعني قدرة على التأقلم أفضل. أهم المشكلات اللي أنتوا اشتغلتوا عليها وقدمتوا فيها ورقة بحثية كده تحل مشكلة من المشكلات. إحنا معظم الأفكار كنا بنشتغل على فكرتين رئيسيتين، واحدة كانت حل مشكلة ندرة المياه. ده كنا اشتغلنا عليه مشروعين. كان في مشروع ليه علاقه بتجميع ميه المطر، وده كان في سنه اولى خالص. هو عامه في سنه اولى بيبدا بمشاريع سهله، بعد كده يبدا يصعب شويه. وفي مشروع تاني كنا عملنا تكثيف لميه ميه البخار الهواء، عملنا له تكثيف بحيث ان ممكن نستفاد منه ميه الشرب، وغير برضو مشاريع ليها علاقه بالطاقه، توفير الطاقه بصور مختلفه. وفي برضو اخر سنه خالص، سنه ثالثه، بيكون المشروع اكتر فيه جزء برمجي او سوفت وير. ده احنا كنا كان بسبب حضرتك لو تعرف كان في معرض اللي هو او حدث بتاع المناخ في شرم الشيخ في طبعا شهر 10 27. فكان المشروع بتاعنا ليه علاقه بال قياس المناخ والتغيرات المناخيه. حد منكم حضر المؤتمر او القمه دي؟ انا اعتقد ان في كان في بقى كان في مجموعه طلبه كان عندهم اوريدي مشاريع قبل كده، لان احنا عامه بنكون شغالين على بيكون في مسابقات، فبنعمل برضو ليها مشاريع خاصه. فلو كان في مجموعه طلبه ليها مشاريع خاصه ليها بالمناخ شاركوا فيها مسابقات قبل كده، كانوا تقريبا اختاروا منهم شويه اللي يروحوا للمناخ. طب قول لي يا ادم، مصير المشاريع اللي انتوا بتعملوها دي بيروح فين؟ هو ممكن هل وزاره التعليم العالي، البحث العلمي، ازاي بيتم استقبال افكاركم؟ والله هي في جزء ممكن ممكن المشروع في مسابقات ممكن نخش بيها بالمشروع دوت، بناخد منها دعم مادي من الوزاره، وده حاجه برضو يعني لازم يعني اعطيها يعني او اشكر عليها الوزاره، ان هو بقى فيه اهتمام اكتر بموضوع المسابقات للطلبه والاهتمام بالمشروع العلمي. ولكن بغض النظر عن المشروع مثلا بيروح فين او هكذا، التجربه نفسها الطالب اللي بياخدها ان هو بيبدا يبحث، بيبدا بيفتح اوراق بحثيه على النت طبعا باللغه الانجليزيه، وما بيخافش وبيكلم دكاتره الجامعه وبيعرض افكاره وبيعمل حاجات في الجامعه، حاجه زي بوستر وبورتفوليو وبروتوتايب اللي هو النموذج بتاع المشروع نفسه على ارض الواقع. انت باحث مش طالب. بالظبط. فده بيدي للطالب ثقه كبيره قوي في نفسه، بيخليه يعني دايما يعني يتاقلم في الجامعه اسرع بكتير. فحتى لو المشروع نفسه ممكن ما تطبقش على ارض الواقع، كفايه يعني الخبره اللي بياخدها الطالب في سن صغير قوي. يعني الخبره ديت ممكن ما تبقاش موجوده اصلا حتى في بلاد تانية، مش اقول حتى في مصر بالانظمه الاخرى، لا في بلاد تانية. تجربه ستيم يعني فريده من نوعها. ما شاء الله. محمد، انا عايز اكلمك على الشكل وطبيعه الدراسه.